السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بك في حلقة جديدة على موقع المحترف دار غيب آمن. يحييك. موضوع حلقة اليوم: كيف تنشئ حساب بنكي في الولايات المتحدة الأمريكية. نعم، يمكنك أن تمتلك حساب في الولايات المتحدة الأمريكية، يمكنك أن تشحن هذا الحساب، يعني أن تضع مال فيه، يمكنك كذلك أن تسحب منه، يمكنك كذلك أن تستقبل أموالك من أغلب الخدمات، خدمات الانترنت طبعا، ومواقع الانترنت، ومنها كذلك مواقع معروفة ومشهورة. طبعا الحساب البنكي سننشئه اعتمادا او انطلاقا من خدمة بايونر. فبعض الاخوان وبعض المتابعين الان يمكن انهم سمعوا بخدمة بايونر، ويمكن من منكم يمتلك الان بطاقة بايونر، لكن السؤال هو ما هو هذا الحساب؟ ما هو هذا الحساب البنكي؟ طبعا هذا الحساب البنكي هو حساب او يسمى virtual bank account، لكن هذا لا يعني انه يعني لا تعتبره انه افتراضي 100%. فهذا الحساب رغم انه يسمى virtual bank account، الا انه يمكنك اذا ما اردت ان تذهب الى الولايات المتحدة الامريكية وتذهب عند الشركة، ونفترض مثلا لديك مال كبير، مثلا مبلغ كبير مالي كبير، يمكن ان يعطوك شيك وتصرف هذا الشيك. يعني هو يعني نعم فيرتشوال بانك، لكنه يعني في التعامل وفي في المعاملات هو بنك حقيقي. كما قلت، هو يمتلك يعني مؤسسة تمتلك مقرها إلى غير ذلك، كأي بنك يعني سبق لك وتعاملت معه. طبعا عندما سنقوم بإنشاء حساب بنكي مع شركة بايونر، فالسؤال هو كيف سأسحب الأموال، كيف يمكن أن أسحب الأموال من هذا الحساب البنكي. فطبعا هناك عدة إمكانيات، إما أنك تقوم يعني الشركة ستعطيك بطاقة بايونر كارد، بطاقة بايونر كارد على هذا الشكل، كما يعني أنا شخصيا أمتلك حساب في الولايات المتحدة الأمريكية وعندي بطاقة بنكية مفعلة طبعا، ويمكن أن أخرج أو أستخرج منها المال. فطبعا سيعطونك هذه البطاقة، هذه البطاقة عندما تصلك، وهناك من الإخوان من قدم على كارت بايونر، سواء بايونر مثل هذه الكارت أو كارت أوديسك أو إلى غير ذلك، ولكن يقول لك أنا توصلت بالبطاقة لكنها غير مفعلة أو لا أعرف كيف أفعلها. طبعا هذه البطاقة عندما ستصلك هناك أمرين أساسيين يجب أن تدخلهما إلى 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 دماغي. أولا، هذه البطاقة عندما تصلك فيجب عليك أن تفعلها انطلاقا من الموقع، وهذا ما سنراه إن شاء الله. كذلك نقطة ثانية، أنه لا يمكنك استخدام هذه البطاقة ما دام أن رصيدها هو صفر دولار. ما دام أن رصيدها صفر دولار فهي تعتبر لاغية، رغم أنك قمت بتفعيلها، إلا أنه يجب عليك أن على الأقل أن يكون بها 0.05 دولار أو 0.0005، يعني لا يجب أن يكون رصيدها هو الصفر. رصيدها الصفر يعني هذه البطاقة غير لن تلزمك لا في تفعيل لا حسابات أخرى، لن تمكنك من استخدامها، يعني هي فقط بلاستيكة فقط إذا لم يكن بها أي رصيد. طبعا هناك من يسأل كذلك كيف سأشحن هذه البطاقة، فكما قلت ما قلت في طرق شحن الحساب البنكي فهو ينطبق على هذه البطاقة، يعني أنه يمكنك إما يعني شخص في بايونر، يعني مثلا أنا كشخص في بايونر لدي رصيد في بايونر، أن أرسل لك مبلغ مالي عن إلى حسابك، يعني من حساب بايونر إلى حساب بايونر، يمكن أن أقوم بتحويل حساب من باي بال إلى حسابي البنكي، ليس هذه الكارت وإنما حساب البنكي المتواجد في الولايات المتحدة الأمريكية، ذلك الحساب الذي ستتعلم اليوم كيف تنشئه. يمكنك كذلك نعم يمكنك كذلك إذا كنت تتوفر على بطاقة مصرفية، أنا سأشرح بالبطاقة المصرفية المغربية، مثلا لديك حساب بطاقة مصرفية مغربية فيمكنك طبعا أن تتوصل بأموالك وأن يتم تحويل الأموال انطلاقا من هذه البطاقة إلى هذه البطاقة.
يمكن كذلك أنك ستطرح سؤال آخر، كم من الوقت يلزمني لكي تصل هذه البطاقة؟ طبعا ستصل في حدود شهر، يعني أنا شهر وصلتني البطاقة وأستخدمها بدون أي مشاكل. طبعا ما أنت بحاجة إليه من أجل أن تسجل كذلك حساب بنكي وكذلك أن تمتلك هذه البطاقة، أنه يجب عليك أن تمتلك أو تتوفر على بطاقة هوية تقوم بعمل لها سكان من الوجهة الأولى ثم الوجهة الثانية. يعني إذا كانت لديك بطاقة هوية قم بعمل لها مسح، يعني بالصورة يجب أن تتوفر على الصورة، يعني الوجه الأول ثم الوجه الثاني. أوكي سأريكم كذلك حتى يعني حتى نكون قد أنهينا هذا الموضوع بشكل حتى لا تكون هناك كثرة الأسئلة بعد نهاية هذه الحلقة. إذا تقوم هذه البطاقة التعريف الوطنية، ستقوم بعمل لها سكان من هنا، أوكي تعمل لها مرة أخرى سكان من هنا، ثم تقوم جمع الوجه الأول مع الوجه الثاني في ورقة واحدة، يعني في بينت مثلا تفتح بينت ثم تضع الوجه الأول هنا الوجه الثاني ثم ترفع البطاقة لكي يتم التأكد من هويتك. وهكذا طبعا فهذه هي الخطوات التي يلزمك من أجل الحصول على هذه البطاقة. إن شاء الله في حلقة أخرى سأتطرق معك إلى مواضيع أخرى فيما يخص بايونير، الربح انطلاقا من بايونير، كيف مثلا ربط بطاقة بايونير وتعريف بها مثلا حساب باي بال. لكن سأترك الموضوع إلى هنا وسنحصر موضوع حلقة اليوم فقط في إنشاء الحساب البنكي. ابقوا معي أنت تشاهدون راغب آمن بعد قليل، ثم نمر إلى الشرح وشرح كيفية إنشاء حساب بنكي انطلاقا من موقع affiliate-pioneer.com. ابقى معي. لأن الشركة قانونية ولأن الشركة لا يمكن التلاعب معها لهذا فلن أتسجل مرة أخرى، وإنما سأريك الطرق أو المعلومات التي يجب عليك أو البيانات التي يجب عليك إملاؤها وكذلك الرسائل التي ستتوصل بها انطلاقا من حسابي ومن الرسائل التي توصلت بها شخصيا قبل الحصول على بطاقتي الثانية من بايونير أو بايونير شركة بايونير. فأولا يمكنك التسجيل انطلاقا من موقعين، إما من www.pioneer.affiliate.com وتنقر على sign up، أو يمكنك كذلك التسجيل في go.digitalpf.com/pioneer، وهذا هو عبارة عن prefer program، يعني أنك ستربح $25 فقط، يعني $25 هي رهينة بأن يعني أن تقرأ الشروط والقوانين وخاصة شروط والقوانين للحصول على $25. فهذا فقط عبارة عن ريفر بروغرام، أؤكد عليها. يعني أنا كما تشاهد راغب أمين ريكومند يو ذا بايونير بايد دي بي كارد ماستر. إذا ستنقر على سين أب، بعد ذلك فيجب عليك أن تكون المعلومات التي ستدخلها هي معلومات صحيحة. نحن نتحدث عن بنك، نتحدث عن أموال، نتحدث عن قانون كذلك يؤطر هذه البطاقة، يعني لا تتلاعب أرجوك. فأولا start here card holder details، فهنا أخي الكريم أختي الكريمة البيانات التي ستكون في البطاقة، البطاقة التي أريتها لك، فهذه المعلومات ستكون في البطاقة. إذن يجب عليك أن تكتب الاسم بشكل صحيح، إذن أمين. إذن date of birth تقوم بإدخال التاريخ الحقيقي، إذا كنت أقل من 18 سنة فهذا الموضوع لا يهمك أتركه، لأن السر القانوني يجب أن يكون هو 18 سنة. تذكروا عيد ميلادي. ثانيا يجب عليك أن تدخل الإيميل، هذا الإيميل ستتواصل معك الشركة من خلاله. فأخي الكريم ليس فقط عندما ستنقر على سبمايت أنذاك ستحصل على البطاقة، لا، فالشركة ستراسلك وستطلب منك بعض الأوراق، قلت البطاقة الوطنية يجب عليك أن تقوم برفعها لهم، أي شيء يمتلك صورة، إذا كنت كذلك تمتلك باسبورت فهذا أمر جيد، أوكي؟ وأحسن الباسبورت، أنا أفضل الباسبورت، لو كان لديك باسبورت لا تتهاون في رفعه. إذن أقوم بإدخال الإيميل الذي من خلاله ستتراسل معي الشركة من خلاله طبعا،
country كذلك ادخل بيانات country يعني المعلومات يجب ان تكون صحيحه. كذلك في الهوم ادرس، لاحظ اخي الكريم ان في الهوم ادرس اوكي ستدخل هذه المعلومات، الهوم ادرس يجب عليك ان تكون صحيحه لان سيتم كذلك مراسلتك بالبطاقه عليها. كذلك السيتي، كذلك زيب بوستال كود، كذلك الفون نمبر، كل هذه معلومات ضروريه. اما فيما يخص موبايل نمبر ليس ضروري. اذا قم بادخال هذه المعلومات بشكل صحيح قبل ان تذهب الى النقطه الثانيه. اذا بعد ادخال جميع هذه المعلومات انا لن ادخلها، سامر الى ستيب 2 وهي كارد اكاونت انفورميشن. اذا اوكي هم يطلبون مني اولا ان ادخل البيانات قبل ان استمر. اوكي سادخل البيانات. اوكي سو الان لاحظ معي نقرنا على ستيب 2 وهنا حسابات او المعلومات الحساب لك في بايونر. اولا ادخلنا معلومات حساب الكارت، الان سندخل معلومات حساب او معلومات حسابك على بايونر. طبعا عندما ستدخل على ماي اكاونت الايميل والباسورد الذي سيطلب منك فهم يعني هنا ستدخلهم يعني في يوزر نيم وباسورد. طبعا اذا تشوز يور باسورد، ستدخل او ستكتب الباسورد. طبعا يور يوزر نيم او اليوزر نيم الخاص بك هو الايميل، فحاول الا تنساهم لان البطاقه ستاخذ شهر. اذا نسيت معلومه سجل الدخول والايميل الذي سجلته سيكون قد ضاع عليك الامر، وطلب كارت ثانيه قد لا تصل ابدا. قم بادخال سكيورتي كويشن والاجابه طبعا تكون اجابه عشوائيه وتتذكرها يعني فقط من اجل حمايه البطاقه. اذا ستيب 3 طبعا هنا ستدخل اذا كانت لديك بطاقه وطنيه بطاقه هويه ستختار ناشونال اي دي، ثم تختار الاسم طبعا هو الاسم الذي يظهر في الناشونال اي دي، ثم هنا ستدخل رقم البطاقه التعريف الهويه البطاقه الوطنيه. إذا على سبيل المثال إذا هذا هو يعني هذه هي المعلومة. طبعا هذه المعلومات متواجدة إما في البطاقة الوطنية التي تمتلكها إذا كنت تتوفر كذلك على باسورد، من الأفضل أن تدخل الباسورد أو عفوا باسبورت. كذلك فيما يخص درايفر ليسنس أو البيرمي يعني رخصة السياقة، فكذلك أدخل هذه المعلومات التي مطلوبة منك. طبعا في هذه المعلومات هي ضروريه. اذا بعد ذلك تختار تنقر على اي اجري تو اي اجري تو اي اجري تو، ثم تنقر على فينيش. بعد ذلك سيجب عليك الانتظار يومين الى ثلاثه ايام الى اربعه ايام الى يوم واحد فقط قبل ان تصلك رساله اخرى من الشركه. ما هي الرساله التي ستصلني؟ انا الان ساريكم الرساله التي وصلتني بعد قليل. اول رساله ستوصل بها على حسابك هي هذه الرساله، فلاحظ معي انه سيقول لك ستيب 2 ابروفل يو ار هير وي ار ريفيوينج يور ابلكيشن بليز الاو سيرفرال دايز فور ذيس بروسيس وانس ابروفد وي ويل سيند يو ابروفل ميل نوتيفيكيشن. اذا هنا ما عليك فقط الانتظار، عندما ستصلك هذه الرساله انتظر بعض الايام قبل ان تنتقل الى هذه النقطه. طبعا الرساله الاخرى التي ستتوصل بها هي هذه الرسالة التي توصلت بها شخصيا. إذا مسج فروم بايونير هذه الرسالة الثانية. إذا لاحظ معي إذا وصلتك هذه الرسالة ثانك يو فور أبلاين فور ا بايونير أكونت وي هاف ريسيفد يور أبليكانت جاست وان مور ستيب، يعني خطوة فقط وهي رفع البطاقة الوطنية. هنا سيطلبون من رفع بطاقة الهوية، ستنقر على أبلود لينك ثم بعد ذلك ستقوم برفع البطاقة كما شرحت لك في أول الحلقة، يعني تقوم بعمل اسكان من الـ من الـ من 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 يعني من السيرفيس يعني من 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 الوجه الاول ثم الوجه الثاني، ثم تقوم برفع الصوره انطلاقا من تشوز فايل ثم ابلود، او يمكنك رفع الصوره الاولى يعني الفيس يعني الشكل الاول الظاهر عليه صورتك واسمك الى غير ذلك، ثم الظهر كذلك في ايميج 2 كذلك تختار تشوز افضل، او يمكنك رفع البطاقه الوطنيه ثم رفع كذلك الدرايفر ليسنس يعني على حسب ما ترغب، ولكن من الضروري فقط ايميج 1 ان تكون وتكون قد رفعت الصوره الاولى. طبعا الان بعد ان ترفع الصوره الاولى او ستصلك كذلك، اذا سنذهب الى الرساله الاخرى التي ستصلك.
جيد. إذا النقطة أو الرسالة الأخرى التي ستصلك بعد أن تتم هذه الخطوات هي Your Pioneer Affiliate DB Card بالضبط Approved. إذا هنا عندما تصل هذه النقطة جيد، فقد ما عليك إلا الانتظار، وما عليك إلا أن تنتظر وصول البطاقة طبعا. بعد أن تصلك البطاقة لاحظ معي Applying the United Payment Service. إذن هذا هو الحساب البنكي الذي سيصلك، وهو Apply for the United States Payment Service. طبعا سأشرح لكم الحساب البنكي. طبعا بعد ذلك يعني بعد الحصول على هذه المعلومات ستسجل دخولك على حسابك في Pioneer. عند تسجيل حسابك انطلاقا من الرابط go.thpf، غالبا اقول غالبا يجب عندما تذهب الى سيرفيس يجب ان تجد يونايتد ستيت بايمنت سيرفيس. اذا لم تجد يونايتد بايمنت سيرفيس فهنا اخي الكريم يجب عليك ان تراسلهم وتطلب منهم ان يعطوك يونايتد ستيت بايمنت سيرفيس. لهذا فانا انصح فقط من go.th، لانني انا كذلك تسجلت من افيليت بروجرام حتى وصلتني United State Payment Service، فلهذا انا انصحك بالتسجيل من go.hpf.com. غير ذلك تسجل من افيليت من الرابط الاول الذي اظهرت لك. ثم اذا لم تصلك او اذا لم يكن United State Payment Service ظاهر، فهنا اخي الكريم وجب عليك مراسلتهم وطلب منهم ان يفعلوا United State Payment Service، وسأشرح هذه النقطة وطريقة مراسلتين. طبعا United State Payment Service هذا هو البنك، ستشاهد معي اسم البنك First، البنك يعني البنك الخاص بك سيكون First، يعني فقط عندما تسجل في البطاقة سيعطونك البنك، ولكن من الرابط الذي أعطيت وهو الأفيليت. أما رابط آخر إذا لم يعطوك United State Payment Service هنا وجب عليك أخي الكريم مراسلتهم. إذا Bank Name First Century Bank، ثم هذه هي الادرس. اذا هذه هي الادرس الخاصه بك، يعني اذا اردت ان تذهب الى البنك وتسحب شيك منهم لا يوجد مشكله، تذهب الى هذا العنوان تطلب الشيك يعطوك الشيك اوكي باموالك يعني بالمبلغ. هذا هو اسم البنك، حسابي البنكي اكاونت نمبر، وهذا البنك روتين نمبر والخاص بالناس بالولايات المتحده الامريكيه. اذا هذا هو حسابك البنكي، وهذه هي معلومات الحساب البنكي كما تشاهد معي الان. هذا هو رقم حسابك البنكي في يعني في 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 البنك في First Century Bank. جيد. الان كما تلاحظ معي انت الان تتوفر على حساب بنكي مباشره، يعني فقط عندما تقوم بالدخول على رابط التسجيل في البطاقه يعطوك هذا الحساب. طبعا كارد بالانس هو كذلك انا عندي 20 دولار في هذا البنك وكذلك في البطاقه. هذا هو وهذه هي البطاقه المصرفيه المربطه او المربوطه مع الحساب البنكي. طبعا الان بعد ان تتوصل بمعلومات بطاقتك الائتمانيه ستدخلها فقط على يعني طبعا سياتيك الرقم المتواجد في البطاقه الائتمانيه، تنقر على اكتيفيت يور كارد، تدخل الايميل والباسورد الذي ادخلتهم مسبقا والذي سجلت بهم اذا ما كنت تتذكر. بعد ذلك سيطلب منك تفعيل البطاقه، تختار البطاقه التي ستفعلها طبعا، ثم تدخل الرقم وبعد ذلك سيتم تفعيلها. طبعا لا استطيع القيام بهذه الخطوات لانني قد سبق لي وفعلت البطاقه. الآن السؤال الذي يطرح، كيف لك أن ترسل أموالك إلى حسابك البنكي في الولايات المتحدة الأمريكية وطبعا السحب عن طريق بايونر؟ لهذا الغرض يجب عليك أن تنقر على Load Money to Card، ثم بعد ذلك تدخل معلومات البطاقة الائتمانية وهي بطاقة بايونر، تكتبها في Full Pioneer Card. بعد ذلك تذهب إلى الأماونت أو المبلغ الذي تريد أن ترسله إلى حسابك البنكي في الولايات المتحدة الأمريكية. مثلا أريد أن أرسل 50 دولار. Reason for loading، يجب عليك أن تختار reason، السبب لماذا تريد رفع هذه الأموال. ثم تقدر في payment method، هنا يجب عليك أن تختار من سيدفع الضرائب، هل أنت الذي ستدفع، ليس الضرائب وإنما الكوميشن أو الرسوم، فهل أنت هل أنت من سيدفع الرسوم أم الشخص الذي سترسل له الأموال أو يعني سيتم اقتطاع من حسابك البنكي في الولايات المتحدة الأمريكية. ثم تنقر على continue. بعد ذلك ستذهب إلى طبعا الآن يعطيك payment description، تتأكد من البطاقة الائتمانية التي تتوفر عليها، تتأكد
كذلك من المبلغ، ثم تذهب إلى Payment Details. هنا أخي الكريم، أختي الكريمة، يجب عليك أن تدخلي معلومات البطاقة الائتمانية التي تتوفر الموجودة في بلدك والتي يمكن أن تشتري بها انطلاقا من الإنترنت. تدخلينها هنا، ثم تنقري على أو تنقر على Pay Now، وسيتم اقتطاع المبلغ من على البطاقة المصرفية أو البطاقة البنكية التي تتوفر عليها، وسيتم تحويل الأموال إلى حسابك في الولايات المتحدة الأمريكية. يمكنك كذلك تحويل أموالك في الباي بال إلى حسابك في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك انطلاقا من أنك تقوم بربط حسابك في باي بال مع حسابك البنكي في الولايات المتحدة الأمريكية، وتقوم بإرسال الأموال من حسابك في الباي بال إلى حسابك في الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا هذا بعد أن تقوم بتعريف الحساب في أو تقوم بتعريف حسابك باي بال انطلاقا من حسابك البنكي في الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا درس آخر إن شاء الله سأتطرق معك إليه. بالنسبة لحسابك البنكي، فقد تستطيع التوصل بالأموال انطلاقا من عدة شركات عالمية. فهنا لدينا مثلا كما تلاحظ معي Company Name، لدينا مثلا من فيسبوك، شركة أمريكية، كليك بانك، فيسبوك، إي باي، جودادي، إلى غير ذلك من الشركات كما تشاهد معي. فكذلك يمكن أن تشحن أو يعني ترسل الأموال أو المبالغ التي تجنيها من هذه المواقع إلى حسابك البنكي في الولايات المتحدة الأمريكية. إذا تسجلت عن طريق pioneer.dash.affiliate.com ولم تتوصل بحسابك البنكي في الولايات المتحدة الأمريكية، فيمكنك أن تنقر على Support Center، ثم بعد ذلك تتوجه إلى Contact Form، ثم بعد ذلك تتوجه وتملأ بياناتك الخاصة، name اسمك أو الاسم الذي كان الاسم اسم حسابك، الإيميل الذي تسجل انطلاقا به أو تسجل منه من خلاله دخولك على حسابك في بايونير، تقوم بإعادة كتابته، are you an existing card holder. طبعا إذا لم تتوصل ببطاقتك الائتمانية يجب عليك أن تنقر على no، إذا توصلت بها انقر على yes واكتب 4 أرقام الأخيرة في بطاقتك الائتمانية. كذلك في which program partner you are with، طبعا إذا لم تكن مع أي حساب إذا لم تكن مع أي شركة أو لا تتعامل مع أي شركة فاختر others، ثم في بالنسبة للكونتري اختر البلد، كذلك اللغة التي تتحدثها، فهنا يعني ليس لديك خيار إلا الإنجليزية أو الإسبانية إذا كنت تتحدث الإسبانية. طبعا هذه هي اللغة التي سيتحدث معك من خلالها شخص معين من بايونير. طبعا هنا ستختار الكاتيجوريا الخاصة بسؤالك. إذا هنا ستذهب إلى United States Payment Service، ثم في Choose the Subject هنا ستختار Others Other Question، وهنا ستكتب ستكتب رسالة أنك لم تتوصل أو ترغب في عمل Apply لحساب أو United States Payment. لن تقول Bank Account، وإنما ستكتب يعني البنك الأمريكي، تكتب US Payment Service، يعني I wanna apply for United States Payment Service، هكذا لكي تنقر على Submit، وتنتظر حوالي 48 ساعة إلى 3 أيام لكي تصلك الرسالة، تتواصل من خلالها مع مدراء الموقع. أتمنى من صميم القلب أن تكون قد استفدت من موضوع حلقة اليوم. لا تنسى إذا استفدت، هيا لنشاهد كم شخص استفاد من موضوع حلقة اليوم، فقط عبر النقر على الزر لايك ثم شير. كذلك لا تنسى في أي وقت يمكنك زيارة مدونة المحترف فقط على www.tshareprofessional.com. إذا كانت هذه أول زيارة، أول مشاهدة لك لموضوع راغب أو مواضيع راغب آمن، www.tshareprofessional.com، دروس، مواضيع، إلى كذلك بث مباشر من الاثنين إلى الجمعة، الثامنة بتوقيت غرينتش، الثامنة مساء طبعا، دروس، مسابقات، بث يعني إجابات على أسئلة إلى غير ذلك.
فقط على www.dstreetprofessional.com، وفي أي وقت لا تنسى كذلك زيارتنا على صفحتنا الرسمية أضخم صفحة على الفيسبوك. إذا لم تسمع بأضخم صفحة على الفيسبوك فيما يخص الإعلاميات وتقنيات الإعلاميات، فزورنا على www.facebook.com/dstreetprofessional. أزيد من 187 ألف معجب بصفحة المحترف. كذلك لا تنسى أن تنقر على زر سبسكرايب أسفل الفيديو من أجل أن تتوصل بجديد المحترف على حسابك وعلى حسابك على اليوتيوب وكذلك على الجيميل. لما لا؟ لم يبقى لي إلا أن أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأراكم في حلقة المقبلة بإذن الله. باي باي.